رودريجو، احمد الحربي، تمريره ممتازه خلف المدافعين، لا وجود للتسلل، ممكن الهدف الثاني، مشعل الموري امام المرمى، ما تزال كره خطيره وفي المرمى الهدف الثاني للهلال. الهدف رغم من محاولات نجيب بوشاجع، هذه عاده مره اخرى، لا وجود للتسلل، حكم المساعد الثاني سيد عبد الوهاب الزهراني اعطى الرايه للاستمرار. حتى رودريجو عندما حاول ان يتدخل مع الكره